اهلا بحضراتكم من جديد في استاد هذه المباراه الهامه جدا لاهلي في تاونشيب البتسواني. تعال نستعرض مع حضراتكم الجرافيك اللي محضره لنا فريق الاعداد. زي ما حضراتكم شايفين مباراه بين الاهلي طبعا الاهلي المصري وبطل بتسوانا تاونشيب. يلا ده مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا الادوار التمهيديه. حضراتكم فاكرين الاهلي كسب منانا الجابوني 4 أهداف مقابل لا شيء هنا في القاهره، ومنانا الجابوني كسب الاهلي هناك 3-1. الاهلي كسب 3-1 اكيد. مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا دور المجموعات الاهلي والترجي التونسي اكيد حضراتكم طبعا متذكرين. احنا بنذكر بس حضراتكم انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف كامبالا سيتي اوغندا، والاهلي كانت المفاجاه من العرس الثقيل كامبالا سيتي كسب الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. النهارده ان شاء الله الاهلي هيكسب تاونشيب باذن الله في برج العرب. المباراه اللي بعد كده تاونشيب في بوتسوانا مع الاهلي ان شاء الله الاهلي قادر ان هو ايضا يقتنص ال3 نقاط. ترجي تونس في الاهلي هذه المباراه تكون مباراه صعبه للغايه، لكن برضو الاهلي قادر، واخر مباراه للاهلي ان شاء الله تكون امام كامبالا سيتي هنا في القاهره باذن الله. مشوار تاونشيب البتسواني في دوري ابطال افريقيا الادوار التمهيديه. تاونشيب بطل بتسوانا كسب المريخ السوداني. النتائج دي هتوريكم قد ايه الفريق ده مش فريق يعني كسب بمحض صدفه، لا ده كسب فعلا. نتائجه كانت نتائج كبيره جدا. كسب المريخ السوداني بطل السودان فريق كبير برضو فريق عريق 3-0. المريخ السوداني كسب تاونشيب في السودان بهدفين مقابل لا شيء ايضا احرز بره ارضه. تاونشيب بتكلم على تاونشيب يانج افريكانز تنزانيا بطل تنزانيا في تنزانيا. تاونشيب كسبوا 2-1. نتائج بصراحه كبيره لهذا الفريق البتسواني. تاونشيب البتسواني في بتسوانا اتعادل سلبيا مع يانج افريكانز بطل تنزانيا. لسه في مشوار تاونشيب في دوري ابطال افريقيا دور المجموعات. تاونشيب بطل بتسوانا كسب كامبالا سيتي في بتسوانا 1-0. الترجي كسب 4-1 في تونس برضه نتيجه كبيره جدا. فريق متقلب فريق متقلب مش فاهم له بصراحه هو نقاط ضعفه فين. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يلعب على نقاط الضعف ويعمل نتيجه كبيره. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يكسب تاونشيب بطل بتسوانا، وتاونشيب في الاهلي في بتسوانا، كامبالا سيتي اوغندا في تاونشيب، وتاونشيب في الترجي التونسي. هذه المباراه تكون في بوتسوانا. ده موقف الفريقين في جدول المجموعه الاولى بدوري ابطال افريقيا. تاونشيب في المركز الثالث والاهلي في المركز الرابع من ماتشين لعبوهم الفريقين. تاونشيب كسب مباراه واحده وخسر مباراه. الاهلي تعادل سلبيا وخسر للاسف مباراه. تاونشيب له هدفان وعليه 4 أهداف بفارق 2. الأهلي لم يحرز أهداف برضو للأسف. إن شاء الله النهارده يبقى فيه أهداف كتير وليه عليه 2 بفارق 2. النقاط 3 نقاط لتاونشيب ونقطة واحدة للنادي الأهلي المصري. لسه في جدول ترتيب المجموعة الأولى زي ما حضراتكم شايفين ترجي الرياضي في المركز الأول، كامبالا سيتي في المركز الثاني، تاونشيب رولز بطل بتسوانا في المركز الثالث، والاهلي المصري في المركز الرابع. الترجي 4 نقاط وكامبالا سيتي 3 نقاط وتاونشيب 3 نقاط والاهلي نقطه واحده. هداف دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شايفين للاسف برضو تخلو هذه القائمه من هدافه النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده نجوم الاهلي يدخلوا في دائره الهدافين. حميد احداد الدفاع الحسني ب7 أهداف وبين مالانجو جيت في 6 أهداف. تعرفين أسماء الأفريقية صعبة النطق فعلا. هشام نقاش نادي مولودية الجزائر 6 أهداف وأنيس البدري 5 أهداف، إسماعيل حداد 4 أهداف ومسوفا 4 أهداف وأدمز 4 أهداف وفيليكس 4 أهداف وجان مارك 4 أهداف. دي مباراة الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله. هيكون بيرميرو بطل أنجولا في زيسكو يونايتد بطل زامبيا الساعة 6 إن شاء الله. الدفاع الحسني في المغرب في فوكس ستيف الساعة 8 إن شاء الله. سان داونز جنوب أفريقيا الساعة 9 مع توجو
بطل توجو، والنجم الساحلي بطل تونس الساعة 9 في مبنبان سوالوز. أعتقد النجم يعني محقق نتيجة كبيرة النهاردة. مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لسه، كامبالا سيتي بطل أوغندا، الترجي التونسي، تاون شيب بطل بوتسوانا، في الأهلي المصري، والوداد المغربي في حورية غينيا الساعة 8، مولودية الجزائر في مازيمبي الساعة 9 إن شاء الله. دي الجولة المقبلة. دي كانت إحصائية عن الفريقين الأهلي وتاون شيب بوتسوانا. قلت لكم فريق مش عارفين يعني، كسبان مريخ السودان 3 وبعدين خسر على أرضه وكسب تاني بره، فريق مجهول الملامح. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يفك هذه الطلاسم، ان شاء الله النادي الاهلي النهارده قادر ان هو يحسم هذه المباراه من الشوط الاول كمان شحنه معنويه كبيره جدا لاعبي النادي الاهلي بطل افريقيا. تعالوا افكركم بالبطولات، اول بطوله خدها النادي الاهلي واخر بطوله خدها النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم على طول. سجل النادي الأهلي حضوره في سجلات بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما نجح في الفوز بثماني بطولات على مدار تاريخه ليعتلي صدارة الأندية الفائزة بالبطولة. عام 1982 شهد فوز أبناء القلعة الحمراء بأول بطولة في تاريخ النادي، كانت تحت مسمى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، حيث التقى المارد الأحمر في نهائي تلك النسخة مع فريق أشانتي كوتوكو الغني. أقيمت مباراة الذهاب يوم الأحد 28 من نوفمبر على استاد القاهرة، وفي حضور 60,000 متفرج استطاع الأهلي أن يحسم اللقاء بثلاثية نظيفة. أحرز الأهداف محمود الخطيب الهدف الأول في الدقيقة 13، ثم علاء ميهوب في الدقيقة 19، قبل أن يعود بيبو لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 34. فيما أقيمت مباراة الإياب الأربعاء 12 من ديسمبر في مدينة كوماسي الغنية بحضور أكثر من 70,000 متفرج، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. سجل لأصحاب الأرض جون بان ريمان في الدقيقة 12، وتعادل الخطيب للأهلي في الدقيقة 70. في عام 2013 حقق المارد الأحمر اللقب الثامن عندما تغلب على فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وقد أحرز للأهلي محمد أبو تريكة في الدقيقة 14 من عمر المباراة. استطاع الأهلي أن يحسم مباراة العودة في القاهرة بهدفين نظيفين أحرزهما محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر في الدقائق 54 و78 من عمر المباراة. ما شاء الله أجيال بتسلم أجيال وبتسلمها بطولات مش بتسلمها بالإيد، وبطولات كمان مش بطولة ولا بطولتين، ده بيسلموهم شنط بطولات. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله الأهلي النهاردة يحقق فرحة جماهيره ويحقق حلم الجماهير الأول أن احنا نوصل لأدوار النهائية ونحصل على هذه الكأس الأفريقية الغالية جدا اللي بتودينا لكأس العالم للأندية بإذن الله. من الأجيال دي النجوم اللي هتشرفني بعد قليل نجوم الاستوديو التحليل الكباتن الكبار، هنستقبلهم بعد هذا الفاصل، الكابتن كبير كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن كبير الكابتن ربيع ياسين، والكابتن كبير الكابتن ماهر همام. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام للكلام والحديث عن هذه المباراة الهامة جداً.